وعايزين نقول لحضراتكم كمان ان الموقف الجميل هو الغاء كابتن محمود الخطيب لعقوبه الخساره امام في مباراه السوبر، وهي خصم 300,000 جنيه لو تفتكروا من كل لاعب، وكمان قرر انه يصرف مكافاه خاصه للاعبين بعد الفوز بالقمه اداء ونتيجه. كمان كان كابتن محمود الخطيب حريص انه يتوجه بالتهنئه لكل اللاعبين وللجهاز الفني والاداري والطبي، وطبعا في المقدمه جماهير النادي الاهلي وكل فرد في منظومه كره القدم على التعاون وعلى التكاتف وعلى تحمل المسؤوليه. الموقف بقى معلش لازم نقف هنا شويه كريم، الموقف بتاع كابتن محمود الخطيب ده يدرس، قول لي ليه؟ ليه؟ أيوة. اقول لك يعني ما قلتيش لا، لان انت بتتكلم في قصه هنا ايه، انا بحمل اللي قدامي المسؤوليه، واللي قدامي لما بيكون فعلا قد المسؤوليه، لما بيثبت او هو بيثبت ان هو قد المسؤوليه، انا ساعتها ببتدي ان انا ايه اقدره. يعني هي القصه كلها مش ان انا عايز اعاقبك وخلاص، او ان انت مثلا قصرت فانا بضغط عليك وخلاص، انا ضغطت عليك بس لقيت منك رد فعل فعلا محترم، وانت قدرت تعوض لي اللي انت عملته او الخطا او الخساره، سموها زي ما حضراتكم عايزين. فهي دي النقطة اللي فيها يعني شغل على النفسية بس بشكل إيجابي جدا. طبعًا يعني طبعًا التقدير النفسي، فكرة إن أنا فعلا لما بتعمل حاجة كويسة بقدرك، لما بتعمل حاجة يعني مقصر فيها أنا برضو بحاسبك. فالمحاسبة والتقدير دول في أي حاجة في الدنيا بجد لهم بيبقى عامل يعني إيجابي جدا على الإنسان، فحاجة تحترم. العقوبة فعلاً، العقوبة وقتها كان قرار مظبوط، وإلغائها حاليا قرار برضو محترم، وفي الحالتين هو برضو النقطة اللي انت بتتكلمي فيها، فكرة التعامل النفسي السليم، واللي زي ما الكتاب بيقول مع اللعيبة، وأتى ثماره يعني. بالزبط. شفنا هو اللي حصل فعلا فعلا.